معانا السيدة أم محمد من السلام الجيزة. عليكم. اتفضلي يا فندم. أنا عندي لحضرتك سؤالين. اتفضلي حضرتك. هو السؤال عن حضرتك كنت بتقوله دلوقتي، أنا عندي أختي الله يرحمها. الله يرحمها. قايلة لي على وصية. إيه بقى؟ اللي هي كانت بكامل قواها العقلية، ما كانتش يعني بتهز ولا حاجة، قالت لي الميراث بتاعي أنت 100,000 وأختك 100,000، وبنت أخويا كانت لسه رضيعة قالت لي أما تكبر اديها 100,000. طيب. وقالت لي في ثلاثة من يعني ابن عمي معاه ثلاث بنات، قالت لي تجهزيهم، جهزت واحدة فاضل اتنين. هي قالت لك اعملي الكلام ده بعد وفاتي؟ هي توفت. ايوه مجاني الوصية. لا لا دي كان معلش اسمعيني بس اسمعيني. هي قالت لك ان التوزيعة دي اللي هي 100,000 و100,000 و100,000 دي بعد الوفاة ولا قبل الوفاة؟ لا هي قبل الوفاة كانت قايلة لي الكلام دوت قدام شهود. طيب. قايله لي انت تعملي الموضوع ده، ان انت تبقي تدي انت 100 واختك 100 وبنت اخويا اللي هي كانت رضيعه. تبقي امتى؟ قالت لي تعملي لها 100,000 ما يبقى. لا امتى؟ استني بس انا باكد على حضرتك لان ده مهم جدا. ايوه. امتى تعملي الكلام ده؟ بعد ما هي تتوفى، لان الكلام واضح فيه ان هي بتقول لك الكلام ده بعد الوفاه. لا ما هي كانت اصلا كناش لسه ورثنا ورثنا، فقالت لك ورثي اللي انا هاخده هي يعني ورثها معروف، كان حقنا في ارض معروف كويس، فهي قسمته كده. هي كانت مريضه بس ما كانتش بتهز بحاجه لان هي كانت مريضه كانسر، فما بتهزوش ولا حاجه. هي قالت لي انا عايزاكي تعملي كده. بصي حضرتك، انت قلتي في الاول خالص ان هي وصيه. لا دي كده دي مش وصيه، دي امانه. اسمعيني طيب بس، دي ما بقتش وصيه. انت بتقولي ان هي اختك وزعت اموالها اللي بتملكها على هذا الترتيب، ليكي والبنت اختها ولحد تالت. الكلام ده لو مش موثق مش هينفع يتوزع. ليه؟ لان هي لما قالت لك كده ليس عليه اي دليل، والطريقه دي طريقه منازعه. فاذا كان الورثه مصدقين التقسيمه دي فينفذ في حق من صدق بهذا واقر بهذا. طب واللي ما اقرش بهذا؟ لا يثبت، لأن لازم الملكية تثبت بشكل صحيح. نقل الملكية لابد أن يثبت بشكل صحيح لا بالدعوة. ولذلك الكلام ده ما فيش، هي ما كتبتش شيء ووثق ولا وزعت الكلام ده بشكل تنقل بيه الملكية. ده كلام لحضرتك، ومين أدرانا إن هي ما رجعتش فيه. ولذلك مش هنقدر نعمل كده إلا إذا أثبتتي حضرتك إن تم هذا الكلام بشكل موثق. واضح؟ فإذا ثبت ده خلاص.